هنا بشكل عام عاملين المسيرة تضامنا مع الجهتين، بالنهاية جهتين أسرى والجهتين فلسطينية ومناضلين. أحمد مناصر والأسرى مدربين عن الطعام، إحنا طالعين مسيرتنا ومنساعدهم في أي شكل من الأشكال عشان يكافحوا ويواصلوا مسيرتهم في الإضراب وكأسرى اللي يتحرروا ويساعدوا الوطن. إحنا مجموعة شبابية من مختلف المدارس، مش لحزب معين، إحنا مجموعة من كل المدارس. هدفنا إنه نسمع الشعب إنه إحنا ما نسينا الأطفال اللي بقد عمرنا اللي هم داخل السجون، وإحنا راح ندعمهم في قد ما نقدر، وإنه إحنا ما نسيناهم، راح نضلنا واقفين معهم. وهي المسيرة مش بس أحمد مناصرة، كل الأطفال، إحنا بنعرف كمية الأطفال الموجودين في سجون الاحتلال، فإحنا نوصلهم صوتنا إنه إحنا معكم وإحنا سامعين فيكم، إحنا ما نسيناكم وإحنا واقفين معكم، ويعني راح نحاول قد ما بنقدر إنه نوصل لهدفنا وهو إنه حريتهم.